السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يحسن التنبيه له ويراجع الإنسان فيها نفسه في هذا، أن البعض إذا مر بفائدة أو مسألة أو سمع محاضرة أو درس ووجد فائدة يسجلها مباشرة من أجل أن ينقلها للناس أو يغرد بها أو يفيد بها. إلى هنا ما في إشكال، هذا خير عظيم أن تنقل الفائدة للناس، لكن أن يصل الأمر إلى أن تنقل الفائدة متحمس ولا فكرت للحظة تعمل بهذا، هنا مشكلة. يا أخي تعلم العلم لتنتفع أنت أولا ثم أفد الناس. لا يصير الإنسان يعني مثل الوعاء، يعني لا نصير مثل الأوعية فقط ننقل العلم من غير أن نستفيد منه. ولذلك يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: طلبت العلم لنفسي وكذلك كان الناس. إيش معنى هذا الكلام؟ نأخذه مع بعض. يقصد من ذلك رحمه الله أنه لما تعلم العلم تعلمه من أجل أن يرفع الجهل عن نفسه، من أجل أن يعبد الله على بصيرة، من أجل أن تحدث له الخشية والتعظيم والتقوى لله عز وجل بعد أن يتعرف على الله. ثم قال بعدها: وكذلك كان الناس. يعني هذا الأمر لم يختص به هو لوحده، يقول ترى أنا بس لوحدي كنت أتعلم من أجل نفسي، لا، قال وكذلك كان الناس، كل الناس كانوا هكذا في زمنه. ولذلك مشكلة لو صار الإنسان يتعلم، يعني تخيل معي يصير الواحد يقرأ من أجل الناس، يخلص الكتاب من أجل الناس، يحضر الدروس من أجل الناس، شوفها الناس الناس الناس، تلعب النية الآن يفسدها الشيطان. والمنبغي أن تكون هذه كلها لله عز وجل. أما أن يطلب الإنسان العلم للناس، يقرأ الكتاب من أجل أن أفيد الناس، كل شيء للناس للناس للناس، تتغير النية. خلاصة القول حتى ما نطيل، أن الإنسان إذا مر بفائدة أو مسألة أو قرأ كتاب أو هم أن يقرأ كتاب أو يحضر درس أو محاضرة، أن تكون نيته الأولى لنفسه حتى يرفع الجهل عن نفسه ويعبد الله على بصيرة، حتى أصلح من قلبي وأصلح علاقتي مع الله عز وجل. يعني أقرأ هذا الكتاب من أجل أن أصلح نفسي هكذا، وأحضر الدرس حتى أرفع الجهل عن نفسي. ما تكون النية من أجل الناس، أقرأ كتاب ليش؟ والله حتى أستخرج فوائد، حتى يكون عندي مادة أنا أطرحها. ما ينفع أن يكون تبع، ما في مشكلة، لكن النية الأولى لنفسك ثم بعد ذلك نفيد الناس، ما في مشكلة. لكن أن يغيب هذا الأمر، أنه فقط بس يعني نصير مثل الأوعية ننقل للناس ولا تلتفت أبدا إلى إصلاح نفسك بهذا الكلام، هنا مشكلة. استدراك أخير بس حتى لا يفهم كلامي خطأ، لا أقصد من هذا أن سنتعلم العلم ولا أدعو إلى الله عز وجل، لا أبدا. فالله عز وجل ذكر من المسائل في سورة العصر، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت لابد أن تتعرف على الله ثم تدل الناس عليه بأن تدعو إلى الله عز وجل. المقصد أنه لا يكون هم الإنسان فقط نقل الفوائد من غير أن يستفيد منها هو أولاً.